بعد 21 سنة من العمل به، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يقرر إعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان الذي تجاوزه الزمن، لا سيما بعد تعديل الدستور. النواب اليوم ملزمون بتقديم مقترحاتهم حول النظام للجنة القانونية على أن يعرض القانون للمناقشة الأيام المقبلة. احنا تمشيا مع تعديل الدستور وراح نشوفوا ترسانه من القوانين اللي انا يصيغوا فيها واعاده صياغتها. دونك احنا حتى فيما يخص الصلاحيات والمهام الجديده للنواب المجلس الشعبي الوطني بصفته اللي جاء في الدستور سنه 2020، فاذا يتم اعاده صياغه القانون الداخلي، والنواب في هذه الحاله امام اللجنه يقدموا المقترحات تاعهم، واللجنه تدرس هذه المقترحات وفي الاخير باش نخرجوا بصياغه قانون نهائي اللي يرفعوا المكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني لاحالته للمجلس قصد المصادقه عليه. انتقادات لاذعه وجهها النواب للنظام الداخلي الذي لا يزال يعمل بنظام الدورتين بالرغم من اقرار دوره واحده في الدستور الاخير، مطالبين بضروره تفعيل دور البرلمان والبرلمانية. وجب ان يتماشى النظام الداخلي والدستور الجديد. هذه نقطة من النقاط الأساسية، ولا سيما عندما نتفحص المواد التي في ضمن هذا النظام الداخلي نجد بعض المواد أصبحت لا تتماشى الدستور الجديد، إذن فهذا أمر لا بد منه. أبسط نقطة وهي أن النظام الداخلي ما زال يمشي بنظام الدورتي البرلمان، والدستور يتكلم عن أصبحت دورة واحدة في السنة، وبالتالي هذه نقطة من النقاط التي جعلت أن النظام الداخلي بعض مواده فيه اختلاف مع الدستور الجديد. يبدو أن أهم النقاط التي سيعالجها النظام الداخلي قضية الغيابات التي لطالما كانت هاجساً يواجه كل رؤساء المجلس.